في العاصمة الإدارية الجديدة المشروع الأضخم المشروع الأضخم في العالم بقول في العالم واللي يقول بيبالغ ببالغ رجعوا شوفوا احنا قلنا أكبر مسجد في الشرق الأوسط وأكبر كنيسة في المنطقة اتريقوا على بتوع الإخوان لن ننظر إليهم أو ما يقولون دعهم يهزون ويكذبون فهم يكذبون بصدق مين ده سيد الرئيس مين اللي معاه الناس اللي بتشتغل بيصلوا الليل بالنهار ده امبارح قبل مبادرة اه اي 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 حياه نور حياه ده كان تفقد لايه اللي قدامنا دوت مدينه الفنون والثقافه اكبر دار اوبرا على 217 فدان كانت آآ آآ هذه الانشاءات خلال ان شاء الله لا يقل عن شهور سيتم افتتاح اكبر اوبرا في العالم مدينه فنون وثقافه بتضاهي المدن اللي موجوده في باريس وفي قلب اوروبا اللي بيحصل في في العاصمه الجديده مسجد كنيسة في منتجع الماسة عندي مدينة فنون الدنيا شغالة في كل المجالات كل واحد شايف حتته شغال فيها وفي الآخر هتجدوا وهتكتشفوا وهتتفاجئوا بمكان بعاصمة طليق بهذه الدولة ده اللي شغالين فيها على قدمه أدي أدي الرئيس وأدي الناس ليل ونهار شغالين امبارح بالليل لغاية الساعة 11 في المبادرة وقبلها كان في الجولة والنهارده رئيس سوداني والرئيس الفرنسي وبكره كذا دولة بتشتغل دولة بتنطلق وشوفوا اعداء الدولة بيعملوا ايه بهيدن الدين حسن بيقول مصر فيها ومصر فيها والاخوان بيقولوا مصر فيها ومصر فيها ده الفرق اللي احنا عايزين نبرزه ونوضحه للناس